رجعنا لكم. صور هذيك الالعاب في العاب كمان سبحان الله مجانيه كل الالعاب كله ببلاش. شوف مساويين خيمه هون هاي شوف الالعاب هي خشب كمان كلها عواميد هي دائنه سبحان الله فاضي فاضي اخي الدنيا شتى مو هذين جماعتنا ولا لا؟ لا هذاك ما حنزل وين صرنا نحن سياراتنا؟ هنيك هذيك سيارتي هنيك تعال نمشي على هذا الظريف سبحان الله دا عاملين الطريق مريح ها طريق مريح والله الواحد بيرتاح فيه يعني مو طري طري مثلا بيتضايق ولا قاسي انه هيك منيح حديقة كبيرة تطلع قد نص القدم يمكن اذا مو قد القدم بس بيت دلم بيت دلم كبيرة والله لفتها أكثر من كليين أكثر كبيرة كبيرة لصغير حديقة الحيوانات سبحان الله هون كمان عاملين طريق هون في مسكيتات هي اللي بيركبوها اثنين مشوا بهدول الشوارع شحن هدول مسكيتات هدول مسكيتات قدام السيارة الحمراء عم صلحهم دول اجار بيجروهم سبحان الله كلها غرف شايفين كلها في تحتها؟ ايه بس ما بتصير الكستانة ما طيبة مرة هلا شويت وحدة ها؟ ايه مرة هي شو حالك شو السبب مرة يعني؟ ما بعرف شلون عنده مر هذا نزارينه هيك بالشوارع مر بس كل هالشيء في عالم بتلموها جوز بتاخذوا منه شيء دواء او علف او شيء شوف هاي زهر فتح سبحان الله شوف فتح شيء مالي لسه برعمي جوز هيك يعني شو بحصل شتويه؟ لسه شتويه ما اجيت ثلج هلا جمعه ثانيه بكره شوف الثلج هاي هون كمان كل قرنه بتلاقيها عاملين مغاسل خمس مغاسل مع الجنب وخمس منائل من الجنب الثاني شايفين عاملين حيط كمان ها حاطين حيطان مشان اذا مره بدها تجلي بدها كذا شايفين مغاسل هي سطل مشان تكب فيه وهون مشاوي هون للشوي عاملين لك منائل هاي ترفع هاي شاحن نار تصير جنب تحطها او بتحط شبكتك او كذا بس سقفة وا مشان الشتاء هن عاملينها هاي صيفية وهي هنيك في وحدة هاد بقى شوي كثير كثير وهي هون في وحدة وين ما كان في الله يهنيهم على بلادهم الله يهنيهم عم يشتغلوا بضمير والله عم يشتغلوا بضمير عندنا بكل سوريا يمكن ما في هيك حديقة كل سوريا كل وطن عربي وهون يعتبر هاي الحديقة بس ببلدنا نحن اللي فيها كونيا وكونيا تعتبر يعني محافظة مثل حمص حما مو مثل حلب أو دمشق ويعتبر فيها حدائق بس لحد الآن في حدائق ما رحنا لها تاخذ العقل هي حدائق بتجنن كل غرفة عاملين لها طاولة وكراسي وبحطوا سطل قدامها وهي هون صبيت باطون حبيت تحط منقل اذا ما بدك تشي بالتبعهم مثل هاي ما بدك تشي بهاي معك منقل تحطه على الصبي ايه ان شاء الله يلا بنحكي مساء السلام عليكم يلا هاي